مقادير فتة السي فود 100 جرام جمبري مقشر، 100 جرام كاليماري، 150 جرام رز مصري، عيش محمص، 3 حبة طماطم، 5 فص ثوم مفروم، نص كوب خل أبيض، 1 معلقة صلصة، كمون، كزبرة، ملح. الشيف محمد جايب لنا يا جماعة النهاردة توابل كلها موجودة في البيت عند ست البيت، علشان مفيش أي حاجة يعني نحتاج إن احنا ندور عليها أو صعبة أو كده، يعني كلها حاجات موجودة عندنا وسهلة. تمام. أنا شغال هنا شيف عادل راجل النار. أنت عندك مش تمام. أعلي النار؟ لا لا ما وسط يعني، خلي النار متوسطة. تمام. تمام هنبدأ نحط زي ما قلنا برضو المادة الدهنية المادة بتاعتنا. الدهنية؟ أه تمام. ماشي. المادة الدهنية دي يا شيف محمد هنبدأ نعمل إيه في الطاسة دي؟ هنبدأ نعمل الطشة اللي هناخد منها هنعمل بيها العيش بتاع الفتة كويس. وهناخد منها جزء بسيط للصوص الأحمر بتاع الفتة مع الجمبري والكاليماري. ماشي اتفضل ابدأ. تبدا يسخن الطاسه معانا. تقدر تقول لنا برضك وانت شغال كده احنا ايه مكونات فتت السي فود؟ فتت السي فود زي ما قلنا رز ابيض، جمبري مقشر بلدي، كاليماري مقطع، عيش محمص في الفرن، محمص يا ريت مش مقلي. طبعا. يعني في ناس بتقلي العيش بس عيش محمص بيحمروه في زبده هم يعني مش ما بيبقاش صحي. تمام. التحمير احلى عيش محمص. عيش محمص سيفود بقى يبقى كل حاجه كده ضايف كده حاجه خفيفه يعني. توم مفروم. تمام. خل ابيض. تمام. وصوص الاحمر. تمام. دي مكونات الفته بتاعتنا. دي مكونات الفته. هيبدا الطاسه سخنت معانا حضرتك. تمام. هنبدا ننزل بالتوم المفروم. تمام. كده يا جماعه هنقول تاني كده مع الشيف محمد وهو شغال مقادير فتت السي فود اللي هي عباره عن جمبري وكاليماري وبصل وثوم مفروم وخل وعيش محمص وكزبره وفلفل اسمر كمون ملح، وطبعا بيتعمل معاها الرز الابيض والصوص الاحمر عشان الفته بتاعتنا. الشيف محمد النهارده عامل لنا منيو جميل جدا وحاجه فوق الرائعه، وباذن الله تعجبكم ويا ريت تكونوا مستفيدين معانا بالمنيو بتاع الشيف محمد وباكلاته الجميله. الله ينور الرز كده خلاص هو تمام يعني دقيقه كمان كده. دقيقه خلاص هو يعتبر يعني خلص. الله ينور عليك. هنبدا نحمر التوم معانا. تمام. قلت لك الرز كمان دقيقة واحدة. تمام. أنا شايف التوم كده أحمر معاك أهو في الطاسة. هبدأ هنزل بنص كوب خل. تمام. نص كوب خل. تمام. يبقى المادة الدهنية مع التوم المفروم مع نص كوب خل، وبيبدأ يقلب الشيف محمد. هسيبه لغاية ما يغلي غلوتين على النار. تمام. إيه بعد كده طيب معانا؟ بعد كده هبدا اجهز هطلبيه. هبدا اخد الصوص الاحمر مع الجمبري والكاليماري. تمام. يعملوا رو مع بعض عشان يستوي. هسيب لكم الشيف محمد يشرح لكم ايه اللي عمله فتت الجمبري، وابص انا على الصينيه اللي في الفرن بتاعه السمك الدمياطي بالبطاطس والمكرونه. زي ما حضراتكم شايفين الطشه بتاعت الفته هنا بخليها تاخد غلوتين. هبدا اجهز العيش بتاعي موجود، الجمبري والكاليماري. تمام. جلت وبقت تمام قوي يا شيف عادل. تمام. هبدا ارفع صينيه الصوص الاحمر على النار. تمام. هزودها يعني من الطشه اللي انا عملتها يعني معلقتين. تمام. يعني هضيف ليها الصوص الاحمر، زودنا عليه الطشه اللي هي الخل والماده الدهنيه والماده التهميه والتوم المفروم. كويس. هضيف عليهم السي فود.
الجمبري الجمبري والكاليماري بتاع. هو لو سبيت هنزل بالسبيت في الاول لان السبيت بياخد وقت شويه. تمام. بس الكاليماري احنا مقطعينه قطع صغيره وهو نفس وقت التسويه بتاعت الجمبري يعني مش هتفرق قوي. كويس. اما لو انا عندي بدل الـ 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 الجمبري عندي بدل الكاليماري عندي سوس بتاع ده سبيت بلدي. خد يا ماشي. بص لك انا على الرز جنبك كده يا شيف محمد. اه تمام هو الرز خلاص. تمام. كده ما شاء الله الرز الابيض بتاعنا كده جاهز تمام التمام. فاضل بس الفتة بتاعتنا تجهز. هو خلاص كده تمام. ده هزود من على ايه؟ اه. من على ايه؟ وصلت لك النار كامل على الرز كده الرز اه تمام. لا الرز خلاص كده تمام معانا. تمام. انا شايف ان الصوص الاحمر اتسبك مع الجمبري مع الكاليماري مع الثوم مع الماده الدهنيه بتاعتنا مع التوابل يعني الريحه بدات تطلع علينا كده حاجه جميله جدا. حضرتك دي يا شيف عادل فتت سي فود. تمام. بنفس تيست الصوص نفس صوص فتة اللحمه البلدي. الله. نفس صوص الفته بتاعه اللحمه نفس البلدي. صوص فته الجمبري تمام والكاليماري يعني انا مش عايز اقول لكم انتوا بقى لازم تجربوا لازم تجربوا وتقولوا لي رايكم شيف محمد عامل ايه معانا النهارده والفايده اللي عادت عليكم من الحلقه الجميله دي يعني مش عايز اقول لكم ان انا شايف حاجات رائعه يعني تجهز قدامي. ربنا يخليك يا شيف عادل. هنبدا نحط يعني نجيب في نص قرن فلفل احمر ونص اخضر وهنقطعه ونبدا نضيفه على الكاليماري وعلى الجمبري وعلى الصوص الاحمر. اه على الصوص نفسه. على الصوص نفسه. اه تمام. هو داخل على السوى عندي يعني شريحتين بصل صغيرين هقطعهم صغير خالص حاجة صغيرة. تمام. هبدأ كلهم. يبقى احنا كده زودنا على الصوص بتاعنا مكعبات الفلفل الاحمر والفلفل الاخضر والبصل. تمام. الله ينور عليك يا شيف عادل. بتسيبهم بقى يتسبكوا شوية كده عشان بقى يبدأ كلهم يستووا مع بعض. الله شكلها بقى قريب من الشاورما. هبدأ انا. بس شكلها جميل جدا يا شيف محمد. هبدأ انا جهز العيش. تمام. طيب هبص لك كمان مرة على السمك في الفرن. الله ده شكلها ايه بقى حاجة فوق الروعة يا جماعة. كمان دقيقتين الجبنة تاخد الوش الأحمر ونطلعها. هبدأ أحط دي الطشة اللي أنا كنت عاملها بتاعت الفتة.